لمهرجانات السينما لجان تحكيم، وللخبازين في فرنسا لجنة تحكيم أيضا. أشهر الخبازين في مهمة تقييم نظرائهم لاختيار الفائز بأفضل رغيف تقليدي. مقاييس المشاركة في المسابقة صارمة، بينها احترام كمية الملح والخميرة وطول الرغيف. لجنة التحكيم اختارت من بين 100 متسابق، هذه المرة رضا، تونسي يمارس هذه الحرفة منذ 15 عاما، اختيار لم يكن اعتباطيا. مفتاح نجاح رضا العمل بطريقة يدوية وتقليدية، فالعجينة تأخذ وقتا أطول في التحضير وفي الطهي، حيث تبقى في الفرن مدة 22 دقيقة، ونتاج كل ذلك في النهاية رغيف مقرمش وطري وخفيف. ومن المفارقة أن رضا كادت أن تفوته فرصة التتويج، وحين توج كاد لم يصدق. ما كنتش ننتظر باش نجيب مايغ باغيت دي باري، جيت الديرني ابوزي ما باغيت حطيتها ورحت نخدم كما العاده. جوبلي يكلموني الخمسة ونص تاع العشيه، قالوا لي رضا كدير فيزافي مين باغلي مايغ باغيت تراديسيون دو باري. يعني كنت فرحان، قلت ليس ما جي با كري، ما منتش. وقالوا لي هكا عدوا للبريزيدون وصفقوا للبريزيدون السانديكا وفرحين. قلت بديت راهي صحابي عملوا لي هكا بالعاني. مي كوصلت للبوتيك 18 قلت جورناليست سي لا جي كومون جي كري. تلقى رضا جائزته في حفل رسمي، جائزة يعتبرها عرفانا ل 24 عاما من المثابرة. بالنسبة لي نشوفوا لي زيميغري كي وصلنا انا ريوسي صافي بليزير، سادان ان اكزومبل نجموا نوصلوا كل ونجموا نخدموا مع بعضنا. أما يؤكد أن الجائزة لم تغير من عاداته، لا يزال رضا يضع كيسا مملوءا بالرغيف كل مساء لعناية فقراء الحي. نور الدين بوزيان، الجزيرة، باريس.